لما نقول كلمة داونغريد أكيد راح تذكر لعبة يوبي سوفت ووتش دوغز بالجزء الأول. يمكن أكثر شيء خلى الناس ما تهتم حق السلسلة أو تسمع أخبار عنها، ولكن يوبي سوفت مقررة أنها تكمل في هذه السلسلة وتقدم أفكار جديدة لعالم الألعاب. معكم عبدالله من قناة الهب، وفي هذا الفيديو راح أقدم لكم مراجعتي للعبة ووتش دوغز ليجن، فخلونا نبدأ. ووتش دوغز ليجن تعتبر الجزء الثالث من هذه السلسلة. اللعبة راح تتوفر تاريخ 29/10/2020 على جهاز البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 وكذلك الحاسب الشخصي. كذلك راح تتوفر ترقية مجانية للعبة وقت إصدار الجيل القادم. اللعبة مترجمة كقوائم ونصوص، اعتمد في هذه المراجعة على القصة، نظام اللعب، التصوير والأصوات. اللعبة تمتلك طور لعب الأونلاين، ولكن يتوفر في آخر السنة تحديدا في 3/12. جهاز المراجعة هو الحاسب الشخصي. أحداث اللعبة في مدينة لندن، وكذلك الوقت اللي اختاروه وهو بالمستقبل مع انتشار الدرونز والآلات بمساعدة الناس من ناحية توصيل الطلبات أو المراقبة. منظمة ديتسك واللي معروفة مرتبطة بهذه السلسلة، والمعروف عنها منظمة ضد الحكومة وتحافظ على حقوق الناس من مراقبة الحكومة وغيرها. تصير انفجارات في أجزاء كثيرة من لندن، ويتم توجيه التهمة إلى منظمة الديتسك من قبل منظمة معروفة باسم الزيرو دي، وتبدأ الحكومة البريطانية أخذ الاحتياطات وتوكيل مهمة الأمن إلى الشركة الخاصة ألبيون، واللي بعد سيطرتهم على نظام الأمن تبدأ بمطاردة أعضاء الديتسك، وما يبقى منهم إلا شخص واحد واللي هو أول لاعب راح تختاره باللعبة. والسبب إني قلت أول لاعب راح أشرحها بنظام الجيم بلاي. القصة فيها سوداوية، تتكلم عن مواضيع كثيرة مثل السياسة أو تجارة الأعضاء أو الذكاء الصناعي المستقبلي. نظام اللعب راح أقسمه على عدة أجزاء: المهمات، الشخصيات، التطوير، الخريطة، الأنشطة الجانبية وكذلك الألغاز. نظام المهمات في لعبة ووتش دوغز مقسم على مهمات رئيسية، وهي عبارة عن مهمات راح تسرد لك أحداث القصة والمؤامرة على الديتسك. النوع الثاني من المهمات هو الجانبية، مثل حلبات المصارعة أو اختراق أماكن حساسة في الخريطة علشان تبين للناس أن الديتسك ما زالوا موجودين وراح يقاتلون ألبيون ويدعون الناس أنهم يكونون من المقاومة. والنوع الثالث من المهمات واللي هي مهمات تجنيد الشخصيات، واللي شخصيا أشوفها أكثر شيء يميز اللعبة. بس قبل لا أتكلم عنها أكثر، في أول عرض حق اللعبة صرحت يوبيسوفت أن كل الشخصيات بالعالم تقدر تلعب فيهم، وصراحة هذا التصريح كان قوي جدا ويشدك. وبعد ما لعبت اللعبة أقدر أقول لكم نعم، التصريح صحيح بنسبة 90%. وعلشان أشرح أكثر، خلونا ننتقل حق النقطة الثانية من الجيم بلاي واللي هي الشخصية. الشخصيات بالعالم لها جدول تمشي عليه، مثل أحد الشخصيات كان عنده جدول أنه يروح حق المحامي، وبعدها يروح الكافيه، وبعدها يروح حق عمله. باستخدام البروفايلر راح تتعرف على عمل الشخصيات، راح تعرف تاريخه السابق وكذلك مميزاته أو الأبليتي اللي راح يوفرها حق الفريق إذا ضميته أو عنده شخصية. في 3 أنواع من مستوى العلاقات بين الشخصيات بالعالم ومنظمة الديتسك. النوع الأول اللي علاقته عادية مع الديتسك، وهذا النوع مجرد أنك تروح وتكلمه راح تبدي بمهمته الشخصية في تجنيده. مثال على المهمات أن الشخصية أختها كانت راح يتم تهجيرها من الدولة، فأنت كمنظمة يطلب منك مسح ملفها من نظام الهجرة، وبعد ما تخلص مهمتها راح ينضم لك. النوع الثاني من العلاقة هو اللي يملك كره بدرجة واحدة، واللي تكون على شكل thumbs down. هذه الشخصية تحتاج إلى تطوير الديب بروفايلر علشان تعرف شنو الشيء اللي ممكن تسويه وتغير نظرة الشخصية للديتسك، بعدها تقدر تبدي مهمتها. والنوع الثالث اللي يمثل تقريبا 10% من الشخصيات اللي ما تقدر تضيفهم بالفريق، مثل الأعداء الأساسيين بالقصة أو شخص تكون منظمة الديتسك سوت شيء وكرههم عليها، مثل أن قتلوا أحد من أقاربه أو اعتدوا عليه. ويمكن لاحظتوا أني أقول الديتسك وايد، لأن أنا شخصيا كنت أعتقد أن اللعبة ما راح يكون لها هوية وشخصية بطلة، لكن طريقة الطرح جدا ذكية من الكاتب والمخرج الإبداعي بأن خلى الشخصية الأساسية هي المنظمة نفسها، وانت شخص راح تفكر بمصير المنظمة مو الأشخاص اللي داخلها. قبل لا تبدي اللعبة راح يتيح لك الاختيار بين الموت الأبدي أو البيرميدث أو أنه ما في هذه الميزة، وشخصيا لعبتها بطريقة الموت الأبدي. هذه الطريقة إذا مات أحد الأعضاء الفريق خلاص ينتهي دوره بالقصة، وإذا ماتوا كل الأعضاء تنتهي اللعبة. الحين بتعمق زيادة بالشخصيات وأقول لكم أحداث صارت لي يمكن سهل عليكم فهم الشخصيات. واحدة من المهمات وبدون حرق احتجت أني أدخل حق مبنى خاص بالألبوم، وكان الحراسة عليه مشددة جدا،
وأنا استعد للمهمة قابلت أحد الشخصيات اللي يشتغل بالمنظمة وعنده تصريح دخول حق المبنى، فسويت المهمات الخاصة فيه ودخل معنا في المنظمة وسويت المهمة كاملة بدون ما حد يكتشف وجودي. بنفس الوقت رديت عدت المهمة واستخدمت شخصية القاتل المحترف اللي أساسا بالفريق، ودخلت المكان واستخدمت كل الأسلحة اللي عندي من رشاشات ومسدسات. اللي أبي أوضحه أن اللعبة تتيح الخيار بطريقة اللعب اللي أنت تبيها وتشوفها مناسبة حقك. التطويرات باللعبة مقسمة حق قسمين، تطويرات خاصة بالأسلحة وتطويرات خاصة بالاختراق أو الترقيات. التطوير باللعبة ما أشوفه عميق، ويمكن بعض التطويرات أنت ما تحسهم مهمين والبعض الآخر فعلا تحتاجه والمفروض يكون معاك بالبداية. التطويرات تكتسبها أو تفتحها بمجرد أنك تجمع نقاط معينة بالخريطة أو لما تخلص مهمات اللعبة والقصة الأساسية. لا تتوقع أنه راح يكون في تطويرات عميقة لأن النظام جدا بسيط، وشخصيا أشوف كان بالإمكان يكون في تنويع ويكون أفضل. هذه التطويرات راح تكون خاصة حق الفريق كامل غير الأبليتي اللي يكون عند الشخصيات وخاص فيهم. كذلك بعض الشخصيات راح يوفر أبليتي يكون خاص بالفريق، مثل شخصية الدكتورة راح تزيد من نسبة الهيلث بار أو طاقة الفريق ويتلقون ضربات أكثر. الخريطة باللعبة مقسمة على 8 مقاطعات أو يسمونهم البورو. كل مقاطعة لها تصميم مختلف عن الثانية. على سبيل المثال مدينة لندن بتشوف المباني الكبيرة والمراكز التجارية وغيرها، ومدينة وستمانستر راح تشوف البيوت العادية. الفرق بين المناطق الثمانية مو بس الأشكال لكن الأشخاص اللي فيها. على سبيل المثال إذا كنت تحتاج أشخاص يطلعون فلوس أكثر، واللي راح تكلم عن الفلوس وفائدتها، تقدر تروح مدينة لندن وتبحث عن الأشخاص هذيل، لأن لندن معروفة بأنها المركز التجاري. إذا كنت تحتاج حق جواسيس أو شرطة ممكن تروح حق مراكز الاستخبارات أو مراكز الشرطة وراح تلقى الشخصيات هذيل. كذلك في كل مقاطعة في عميل مميز يكون فيها، هذا العميل تقدر تحصل عليه لما تحرر المقاطعة بعد ما تسوي سلسلة من المهمات اللي هي تحرير أحد أشخاص المقاومة من مركز الشرطة أو تغيير الدعايات الإعلانية أو تحرير مناطق معينة من الأعداء. الخريطة وتوزيع المهمات أشوفها مناسب، خصوصا أن التنقل السريع ما يحتاج منك أن أنت تحرر المقاطعة أو أن أنت تفتح أبراج، والتنقل يكون عبر محطات المترو والأنفاق واللي تقدر بضغطة زر تنتقل بينهم. من الأنشطة الجانبية واللي أشوف اللعبة فقيرة فيها هي توصيل الطلبات عن طريق الدرون أو سيارات التوصيل، لعبة دارت أو صرف الفلوس اللي تجمعها علشان تغير فيها لبس الشخصيات اللي بالمنظمة. الألغاز نفس ما كلنا عارفين أن اللعبة تعتمد على الاختراق، أغلب الألغاز مبنية عليها. تقدر تستخدم العنكبوت الآلي بحل معظم الألغاز، فتح الأبواب والأماكن السرية. بعض الألغاز سهلة جدا والبعض الآخر يحتاج لك وقت تفكر فيه، وأشوف أن هذا النظام ما تطور كثير حتى عن الجزء الأول. نسخة المراجعة مثل ما ذكرت شغالة على جهاز الحاسب الشخصي مع كرت 3090 ومن غير تحديث الكرت لليوم الأول. الكرت قدر يشغل اللعبة على جميع الإعدادات الألترا ونظام تتبع الأشعة ومن غير تقنية DLSS على 4K ووصل 30 فريم فقط. وهذا الشيء صراحة كان يمثل لي صدمة أن اللعبة حيل تحتاج قوة وكذلك تحديثات الأوبتمايزيشن. خلونا من الجانب التقني وخلونا نتكلم عن تصميم الشخصيات. صراحة أشوف أن اللعبة بعد تصميم الشخصيات اهتمت فيهم، ولكن البعض الآخر يحتاج شغل أكثر. تنوع البيئات بين المقاطعات ملحوظ وتحس بالفرق بينهم، وهذا الشيء جدا ممتاز. وجود الأماكن الحقيقية في لندن الحالية باللعبة مثل قصر الملكة أو بيكاديلي سيركس أو بيج بن أو حتى لندن بريدج شيء جدا ممتاز وعجبني. مع وجود عدد كبير من الشخصيات اللي تقدر تلعب فيهم، أتوقع من الصعب أن يجيبون ممثلين أصوات كثيرة علشان يأدون دورهم. اللي قدروا يسوونه يوبيسوفت هو تغيير التون بالأصوات، وهذا الشيء واضح وعادي تستغرب أن أنت تسمع صوت شخصية راح تحس أكيد مراكب عليه أو المشاكل اللي موجودة باللبسينك. الموسيقى بشكل عام جيدة ولا تتوقع منها الكثير. وجود مشاكل بالأصوات مثل اختفاء الصوت أو أنه يتأخر عن الحدث واللي من الممكن أنه يتصلح بتحديث. الحوارات باللعبة خصوصا من المساعد الشخصي باغلي جدا ممتعة. وأكيد كالعادة ما في لعبة كاملة، فخلونا نتكلم عن العيوب باللعبة. من عيوب اللعبة هو شجرة التطوير اللي ما أشوفها عميقة، والأنشطة الجانبية فقيرة باللعبة مثل الأصوات باللعبة واللبسينك اللي أشوفها صراحة مشكلة، تفاوت في تصميم الشخصيات والألغاز اللي ما تطورت عن السابق. لعبة Watch Dogs Legion قدمت لي ساعات من المتعة بالقصة الدارك واللي تتكلم عن أمور سياسية، تجارة الأعضاء والذكاء الصناعي، وبنفس الوقت قدمت سيستم لحياة الشخصيات ممكن يكون هو بطل قصتك. لعبة استمتعت فيها وكنت خايف أنها تكون نفس الجزء الثاني
اللي ما استمتعت فيه نهائيا. أقدر أقول لكم أن اللعبة تستحق الشراء والتجربة بسعرها الكامل. وإذا كنت بتلعب اللعبة على البي سي فتقدر تشترك بخدمة Uplay Plus واللي توفر لك النسخة المطلقة من اللعبة والألعاب القادمة من Ubisoft. تقييمنا النهائي للعبة هو 7.5/10. كان معكم عبد الله من قناة الهب، كتبوا لي رأيكم تحت بالمراجعة ولا تنسون نشر المقطع والاشتراك بالقناة. أشوفكم في فيديوهات ومراجعات قادمة. مع السلامة.